السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين الصحة لاباس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم الفيديو ديالي إن شاء الله في أحسن الأحوال وصحة جيدة. انتم وليداتكم وجميع ما عز عليكم يا ربي، نتمنى تكونوا على خير. وأستسمح على الغياب الطويل، توحشتكم بزاف صراحة، كنت متردة، كنت متراجعة، ما بغيش نواصل في اليوتيوب صراحة مع الوليدات، ما كنقدروش نبقى مواكبينه، ولكن قررت نرجع معكم بهذا الفيديو خفيف جاني ساهل، قلت غادي نشاركه معكم علاش لا، مره ما نغيبوش. مهم البنات، هذه الحلوه ديال الكوك ما كدارش في الفرن، سهله جدا. ندوز معكم مباشره الطريقه والمقادير ديال التحضير، وعلى بركه الله غادي نبداو. كيف ما شفتوا البنات، هنا راه كنت بديت وانا نقول علاش ما نسجلوش. المهم كنت درت معلقه ديال الزبده، فواحد خديت واحد الكاسرون درت فيها معلقه وزدت عليها زلافه ديال الكوك. البنات المقدار كيبقى اختيار، يعني بغيتو ديروا وحده زلافه، بغيتو ديروا جات، بغيتو ديروا بالكاس، المهم باش ما عبرتو نفس العبار تاخذوا به نفس القياس ديال الحليب. يعني انا درت زلافه ديال الكوك، غادي ندير عليها نفس الزلافه عبرت بها الحليب، غادي نضيفه من بعد ما مزجت هذاك الكوك مع الزبده. وهذاك الحليب غادي نخلي من واحد شويه، يعني ما عمرتش الجبانيه، ما عمرتش زلافه، حنا تنقولوا ليها جبانيه، كل واحد كيفاش كيسميها. المهم ما عمرتهاش كامله بالحليب، داك شويه اللي بقى ناقص غادي نضيف عليه هنايا واحد الملعقه كبيره ديال المايزينا، وغادي نزيد داك شويه اللي كان ناقص ديال الحليب، وغادي نحرك بحال هكا نمزج، وغادي نضيف حتى هوايا. وبالنسبه للكاسروله البنات راه على نار متوسطه، ما تكونش مرتفعه بزاف، اللي يغفل عليها في التحريك لانها كتبغي التحريك. كيف ما قلت لكم البنات، اللي كان حدا اللي كان مواصل المراقبه ديال التحريك راه تقدروا ترفعوا النار وتبقاو تحركوا فيها باش ما تحرقش وباش ما تلصقش في القاع ديال الكاسرول. كما شفتوا البنات زدت هنايا ديك الملعقه ديال المايزينا، غادي نستمر بالتحريك حتى يبدا يتشرب معايا هذاك الحليب، يبدا داك الكوك يشرب. وفي نفس اللحظه البنات هنايا غادي نضيف واحد الكاس ديال السكر ما عامرش، وغادي نضيف حتى واحد الساشي ديال فانيليا لانني نسيت ما سجلتوش معاكم، صحاب الكاميرا خدامه ما جاش باين. المهم البنات راه عقب ضفت من ورا السكر درت الفانيليا باش تجي شويه النكهه ديال الفاني، وصافي غادي نستمر في التحريك لمده 5 6 على حسب حتى ينشف لكم هذاك الحليب داك السوائل، يولي الكوك عاقد باش نتحكموا فيه في باش نبغيو نحضروه باش نبغيو نديروه كويرات. المهم غادي نستمر بحال هكا وغادي نخليكم حتى نرجعوا باش نكملوا الطريق. وكما كتشوفوا البنات راني خليت الفيديو ما قطعت منه حتى شي لقطه، ولكن سرعته باش تشوفوا بان كتبقاو تستمروا في التحريك لواحد المده من الوقت، ما كتغفلوش حتى كيولي عاقد كما شفتوا. غنخليوه نحيدوه من فوق النار، وغادي نخليوه حتى يبرد تماما هذاك الكوك. كما كتشوفوا هنايا راه برد وزاد عقاد كتر، يعني غادي نتحكم فيه باش نديرو كويرات. وصافي غادي نجيب هنايا عندي واحد الصحن درت فيه الكوك، واحد الصحن حتى هو باش نحط فيه هذوك الكويرات من بعد ما نديرهم في الكوك، وغادي نديرهم كويرات على هذا الشكل. طريقه راه سهله البنات جدا وسريعه، يعني ما كتاخذش الوقت، يعني بالنسبه اللي بغى يديرها هكا ينوع بها بحال هكا البلاطو ديال الحلوه علاش لا. وغادي نخليهم هكا وغادي نستمروا، اللي بغى ما يبقاش يدير كويره بكويره، تحاولوا ديروهم كلهم، كوروهم كلهم وعاده تبداو تفندوا فيهم في الكوك حتى تكملوا كاع الكميه. هكا ما كتستمروش كل مره تبقاو تنظفوا ايديكم من الكوك. وكما كتشوفوا هاد البنات غادي ندير معكم الطريقه هكا، ومن بعد غادي نكملهم ونرجعوا نوريكم النهايه والنتيجه ديال هاد الحلوه ديال بياض الثلج ولا حلوه الكوك اللي كتدار بلا فرن. سهلة، ونتمنى تجربوها البنات.
وهذا هو الشكل النهائي ديالها. من بعد ما كملتهم كلهم ستفتهم، كتستفهم في بلاطو وكديرهم في كويرطات على حسب كل واحد وغادي الطريقه باش غيحب يقدمهم. وبالنسبه للمده ديال الاحتفاظ بهم، تقدروا تحتفظوا بهم لمده اسبوع البنات، ما تجاوزوش اسبوع باش ما يفقدش المنافع ديالو ويولي عنده تاثيرات على الصحه ديالنا، يتاكسد ولا. مهم البنات راكم عارفين فيه الحليب، يعني ما خصوش يتجاوز واحد المده. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ويكون خفيف عليكم، وتوحشتكم بزاف البنات. شكرا بزاف على البنات اللي شجعوني وتيقولوا لي رجعي حسنا ما تخليش على اليوتيوب. شكرا لكم من هذا المنبر، كنشكركم بزاف الصديقات الغاليات ديالي. وشكرا على التشجيعات، والله يحفظكم ليا والله يخليكم، والله يبعد عليكم شر الخلق البنات، ويعطيكم صحيحتكم، يحفظ لكم وليداتكم كاملين. نتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم البنات الفيديو شاركوه مع الاهل والاحباب ديالكم. ما تنساوش البنات واحد اللايك، واللي باقا ما مشتركش في القناه ديالي دير واحد الاشتراك، تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ونخليكم مع تتمه الفيديو، الى اللقاء البنات، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليتكم على خير، السلام عليكم.